أنا سأثبت إن شاء الله اللجنة المالية كيف هؤلاء المسؤولون يستهزئون بهم. أولا جاء واحد المسؤول قال لهم لا يمكننا استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات لأن المنظمة العالمية للتجارة لا تقبل ذلك. أولا نحن لسنا منضمين إلى المنظمة العالمية للتجارة. المنظمة العالمية للتجارة تقريب فيها 10 دول غير منضمين من بينهم إحنا. الأمر الثاني أنه يعني منظمة التجارة ما يهمها الأمر الثاني نحن ليس لدينا انبعاثات الغاز المضرة بالبيئة. نحن لا ننشئ، نحن نستهلك فقط. الإشكال أين يكمن؟ الإشكال تكون هناك نشاط اقتصادي، تكون هناك انبعاثات الغاز وبالتالي تكون ضرر على الطبيعة. صح، لكن احنا ليس لدينا انبعاثات، احنا تعودنا عن الانبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون، لانه انبعاثات غاز ثاني اكسيد الكربون دليل على ان هناك يعني نشاط في كاين واحدة سأثبت لهم كيف تم الاستهزاء بهم. قالوا لهم ما نقبلوا لكمش السيارات الأقل من 5 سنوات لأنها محاسبيا اهتلكت. هذا خطأ، بكري كنا في المحاسبة نديره الاهتلاك الخطي. إذا الماتريال رولو بعد 5 سنوات يتم اهتلاكه. حاليا في المحاسبة كاين لا جوست فالور، يعني نقيس الأصل بقيمته في السوق، وبالتالي فإنك إذا جبت سيارة وافقت وفق معايير السلامة المرورية وعندها 20 سنة ودخلتها للسوق وجابت سعرها لك هو السعر تاعها، وما زال يتمسخروا بهم. صح، نزيد لك حاجة، انت قلت اين الحل؟ الحل بوه ماشي غير انا، عدد كبير في العجز، في كل اشياء لدينا الحل، لكن هؤلاء لا يسمعون للحلولنا ابدا. هؤلاء لدي لو كنت تعطي له قفله قلتها في السابق تقول له عبصها تتسقم الميزانيه، والله غير كاباب ما يديهاش عليك، كاباب ما يديهاش عليك القفله اللي كي عبصها يتنحى العجز من الميزانيه، يخلي العجز في الميزانيه ويجيري المصلحه تاعو. مانيش نتكلم على الناس كاع، هناك ما هي الفائده يعني لما يترك العجز؟ لانه يقول لك باللي انا سمعت واحد مسؤول في ليزامبو قال لي خطره من تسقم وحدي